السلام عليكم ورحمة الله. مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كوتو يادا، مش مشتركين قناة كوتو يادا. خلاص يا جدعان، دخلنا في العد التنازلي وداخلين في التماسي. ابتديت اللي انا اخر الميعاد واحدة بواحدة. الناس كانت بتتصل بيا بتقول لي انت بطلت تعمل تصوير نش ليه؟ النش ما كانش في دماغي، يعني من النش مش كده كده اللي مكيفني. ففي عك وفي قصة كده دايرة الايام دي، فاحنا قلنا هنجهز الحمامتين واللي يسد الاخر يكمل. فاحنا النهارده معانا فيديو تقفيل ضرائب الحمام. الحمام ده النهارده اترمى وخلص مجهوده، تممنا عليهم والدنيا تمام، قفلنا على الحمام كله، فاضلش الا واحد على الضهر الحمام برده اللي هو بيترمي. وادي بقى الحمام اهو على الارضيه، هنسهرهم معانا سهره جميله النهارده، وده اول يوم ليهم تقفيل الضرائب. الحمام ده بناخده واحدة واحدة كده لغاية أنا دلوقتي. النهاردة كان أول يوم لينا، بنفتح له الساعة 5 إلا ربع، فإحنا هنبتدي اللي إحنا نقفل ضرايب، ومش هنقسى عليه القسوة ككل، لا واحدة واحدة كده على هذا. مع أخويا حمادة أدم ورا الكاميرا. صباح الفل يا بابا، صباح الفل يا بابا. الشوارع اهي بتاعتهم هتتعلق. لموا؟ لموا بعضهم. لموا بعضهم كده ولا صفارة ولا أي حاجة. حاول وأنت بتقفل ضرايب الحمام لو البيوت جنبك أو الدنيا مضيقة، فخد بالك على الحمامتين دولت واحدة واحدة كده. نقفل لهم اللمبة دي تحت الأرضية ونفتح لهم اللمبة اللي من فوق. طيب. اطلع يا ابن عمي. طلع لم فيهم؟ لا هو ده ابن السنة. ده السنة فرد الحمام فبيلوش. نسيبه بس كده عشان برضه طلع ايه، ممكن يكون طلع مغضوض. حط على الضلمة بس كده نشوفه انا واحد. برضه انت بتختبر الحمام بتاعك. ماشي، فرد الحمام ده كده كده بيتزوج. خليك بقى انت قاعد اهو، حمامتين برضه النهارده عشان فتحت لهم متأخر شغالين. شغالين الحمامتين. يلا حط بس انت كده اهدى. برضه بتختبر الحمام عشان فيهم كام واحدة من العيال الصغيرة دولت، برضه اللي بيقع منهم كده برضه مصلحة. انت بتجس الحمام وانت في قلب المنطقة عندك اهو. حمامتين اهم ماسكين في بعضهم. هو لم فيهم؟ لم فيهم، شغل لهم اللمبة بقى، يشتغل على اللمبة. اللمبة ايه؟ ندور عليها شوية بس كده. برضه اعرفهم بقى ابو عمر اللمبة اللي انت حطيتها الصفرة دي بقى ايه؟ اللمبة دي دور عليها فوق وانت بتقفل الضرايب كده كده ايه؟ شغال عليها. اهو من لما بتقفل الضرايب ما بتفتحلهمش لمبة الأرضية. لمبة الأرضية دي اللمبة دي. ايه اللمبة بتاعت الغاية من جوه. لكن دي بحيث اللي هم ايه؟ يتدوروا عليها. ولسه أول يوم يعني كده، عشان الحمام ده حمادة لو انت اشتغلت معاك ومعاك حمام يتعودوا على ايه؟ يتعودوا على الضلمة. على الضلمة. عشان الحمام الصغير ده الحمام الصغير ده ما انا بقول لك كده، فرد الحمام النيش اللي فيهم ده مش مستحمله. خلاص ده نعمل له استبعاد، حتى لو كنا بنفكر ان احنا نزقه، لا خلاص شكرا ليه. لسه دوره ما جاش. لسه ما جاش، واللي تشيله بايدك احسن ما حد يحشهولك. كان زمان كنا الناس لسه بتقطع دلوقتي. والله كان زمان بقى، قول لي الزمان يرجع زمان. والله الغية كانت عال بس بوظوها حبة عيال.
والله العظيم غيه كانت زمان يا نهار اسود، كنا بنتمتع، كنا ماسكين ممسوك لنا حمام، كنا بننزل متكيفين عشان خاطر النش، لكن دلوقتي كل اللي طالع عايز يمسك. طب امسك ناس حمادة، اول ما تمسك فردة حمام تحس اللي هو عايز يطلع في التلفزيون. اول ما تمسك له فردة حمام ما تشوفوش ولا تسمع صوته. ما هي الغية دي، ما انت مش كل يوم هتمسك ولا كل يوم هيتمسك. عشان تمسك حمام لازم يتمسك لك. انت لو بتنش صح، لو بتنش صح يتمسك لك وتمسك. لكن لو بقى سرقة او النظام ده وخد الحمام وانزل بقى على طول، كل يوم ممكن تمسك حمام، بس لو مشيت خطوتين قدام يتضرب لك حمام. برضه بحيث ان انت لو اتقطع لك بفرد حمام فاتح له باوره، نفسه مفتوح، فرد الحمام بتقفل ضرايبه واحده بواحده كده، بحيث اللي هو ما يلوش، يبقى عارف هو بيعمل ايه. الله ينور عليك يا ابو، الله ينور، تعلمكم يا معلم. لا الله ينور، تعلمكم والله. والله احنا اللي بقينا نتعلم منك يا ابو عمر. الله اكبر عليك حبيبي يا علي. انت لغايه دلوقتي ماشي اسود؟ لا يا عم الحمد لله، يا بلت ربنا عليها يا عم حماد. النهارده الحمامتين والمصحف يا جدعان مكيفني مكيفني، يعني الحمامتين النهارده والله بعيدا بقى انا ماسك حمام مش ماسك حمام، الحمامتين مكيفني، خدمتي وخدتها. الحمامتين هم كانوا ماشيين في بعضهم، ما كانش فيها الا واحد اللي هو في الاول ده، عشان هم طلعوا الصح ان الحمام ده برضه يطلع على الظهر الاول وبعد كده يتفزع فزع. ده الحمام لسه سخن برضه. الحمام سخن، راح طالع ايه اول ما فتحناه له شنطه طلع، طلع على طول. انت برضه بتعودهم برضه على الحطه اللي هي الراس واحده دي يا ابو عمر، كتف واحد. الله ينور. طب هتقرص عليهم شويه؟ هتقرص عليهم وهينزلوا يكبسوا كتف واحد. دول بس الاولى يا جدعان، عشان لو فرد حمام اتزنق لسه بقى التزاويد والثانيه والقصه دي كلها واحده بواحده. ده الحمام اللي بيترمي بحيث اللي هو ايه يتطبع، بس عشان لو اتزنق لك فرد حمام ولا القصه دي يعرف يسلك نفسه. سبحان الله، الحمام جاي بص عن النار، الحمام جاي في التليفون عن النار. وعشان اللمبه والاضاءة. الله ينور يا وحش. بص بقى لما بتيجي تطلبهم حتى اهو، تبدا اللي انت ايه تقفل لهم دي يعدلوها اهو. النور الارضيه اهو ده اللي بيتفتح له. لسه هيشتغلوا برضه. برضه لو الحمام برضه عايز تقلب الدورة بتاعته برضه حمادة وضحها للناس كده. شوارة خفيفة كده عكس اتجاهه. الله ينور. عكس اتجاههم كده، يعني هم دايرين مثلا على اليمين تشاور لهم من من, من على الزاويه بتاعت البلكونه كده. ركزوا بقى في الحته دي يا ابو عمر اهو. بص ابو عمر طالع لهم فين؟ اهو عشان يقلبوا الدوره بتاعته. بصوا بقى الحمام عمل ايه؟ لازم يعدلها. الله ينور عليك يا ابو عمر. حمام كان داير في العادي. قلب الدورة بسبب الشوارة دي. برضه هعرفه منين يا ابو عمر؟ عشان ما بيكون معاك فرد حمام من الاتجاه ده. فرد حمام كده بيتقلب على الجنب ده مستريح. اه. يجي الناحية دي، يجي الناحية دي بيقلب. عشان اتجاهه، اتجاهه. اتجاهه مطرح مشيانه. فأنت بتيجي تعدل له الدورة بتاعته، ده ما لقيته اتعدل على الدورة دي ومتطبع في وسطهم، كده خلاص أنت عدلته على الدورة بتاعته. بتاعته هو، مش سيبك بقى من بتاعتك. من بتاعتك انت عمري ما في فرد حمام غريب دورته زي دورته. الله ينور عليك. الله، هتطلبهم بقى؟ ماشي، اقفل لهم اللمبه كده وممكن تبص تطف كده لغايه ما هم بيجوا يتقطعوا، لان هم لسه برضه هيشتغلوا شويه. هنقف يا جدعان ونرجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش.
يبقى الحنطين يا جدعان هيبتدي اهم يجوا يحطوا بقى. بس ايه عشان بص اهو جابوها من تحت ايه، بس ممكن يكون عشان الفلاش ايه معاكسهم، فحاول ان انا ابعد لهم. بس اهو بص بينزلوها ازاي من تحت، حطوا على الضلمة اهو، ولسه اول يوم قسما بالله ليهم. داخلين في ايه نص ساعة ولا 25 دقيقة شغالين. كده انت بتظبط دورة، تظبط حطة، تقفل ضرايب، والدنيا زي الفل اهي. ده عشان ما نطولش عليكم، هنتنهم شغالين، حمام فيه باور. العيال الصغيرة دي تشتغل انت فاهمني ازاي؟ مش عيال ولاد السنة، العيال اللي هم ولاد السنة اللي فاتت اهو. بسم الله. فيهم برضو كام حلس وفيهم بنفسجي. فلاش مزولهم، فندوس ستوب كده ونرجع لكم تاني. بص بيجوا ساعة الحتة الفلاش مزوله، ادي الحمام اهو ابتدى اللي هم حطوا اهو، فاضل كام واحدة سايبين الفلاش بيضرب في عينيهم بيقوموا. سيبهم يطمنوا وبعد كده ايه نبدأ اللي احنا نفتح لهم البيبان بتاعتهم بعد ما يبلعوا ريق. شوف بس الكام واحدة دولت ايه اللي سايبين اهو، عشان الفلاش ضرب في عينيهم. بس الحمد لله ولا فرد حمام بينهج ولا اي حاجه. ادي الحمام اهو، حمام حاطط مطمن ولا اتهبد على الظهر ولا اي حاجه، حاطين على تراتيب صوابعهم اهو. بص ادي الحمام اهو، فلحظه وانا ارجع لكم تاني. ادي الحمام ابتدى اللي هو يحبس معانا كلهم، حتى اهو نولع لهم نور الارضيه بقى دلوقتي نطمنهم خالص، وبعد ما يهدوا كده هبدا اللي انا ايه اخش افتح لهم البيبان. ممكن بقى عايز ايه تقفله، يعني هو الصح اللي الحمام ده يحبس على الضلمه، بس هي ايه لسه اول يوم، فاحنا بناخدهم برده ايه واحده واحده كده عشان الحمام ما يتكهربش منك، لان برده عشان ولا في فرد حمام ايه يقلق ويبات بره والقصه دي. انت لازم في اول يوم تاخدهم على الهادي كده واحده واحده كده لغايه ما الحمام ده يبدا اللي هو يحفظ، بعد كده هيحبس على الضلمه ويتكلف على النور مفيش مشكله. ده كان كده الفيديو بتاعنا النهارده يا جدعان، فده فيديو مبسط، فيديو كويس، في كام افاده كده، في كام كلمه حلوين، فربنا يكرم ان شاء الله. لو عجبك الفيديو بتدعمنا باللايك، لو في اي حاجه بتكتب لنا رايك، رايك كل اراء الناس على دماغنا من فوق. فانتظرونا من جديد لجديد، كان معكم حماده ادم وكوتو ادم، والسلام عليكم ورحمه الله.